كبير عليك. واجهت كثير صعوبات هون. أول شيء أول شهر أجيت فيه ما رحت على المدرسة لأنه ما كنت بعرف إنه في مدارس هون، ضلتني زعلانة كثير إنه ما كان في مدارس. ثاني شيء ما كان إلي رفقات هون، ما كان إلي ولا رفيق، يعني ما كنت أطلع لبرا. ما كنت متوقع إنه أدرس هون، بس الحمد لله إنه هون فتحوا مدارس ودرسونا هون. استقبل المسلمون ضيوف الأردن استقبالاً حافلاً. يعني كان الوضع هون يعني أول شيء ما كان عاجبني، بس لأنه في مدرسة هون فإنه يعني إنه خلص حطيت ببالي إنه هون خلص راح أدرس هون. ممتازة. رنا عمرها 17 من جيلي، وإسراء أصغر مني بسنة 16. وبس هذول تنتين رفقاتي اللي تعرفت عليهم هون بالمخيم. نحن هون بنضل يعني نكتب وظائفنا سوا، احيانا بنروح الملاهي سوا، بس بنروح المدرسه سوا. نحن يعني بدنا شيء اكثر من هيك. يعني دائما كل يوم نفس اليوم، ما في شيء بيتغير. عندنا كثير هون شباب، نحن عندنا قاعدين يعني ما عم يسوي شيء. المشكله انه قاعدين بيضلوا دايرين بالشمس بين الكرفانات، يعني من كثر ما بيتعبوا يعني بجوز يتخانقوا مع بعضهم، بيعملوا مشكله يعني من بعضهم. أنا بسوريا، أكثر شيء بفتقد له هو رفقاتي أكثر شيء، وبيتي والشوارع والسوق وكل شيء، يعني وعماتي وأهلي وخالاتي كله. أملي إنه نرجع وطننا أكثر شيء.